الجواب. شخص مزدوج الجنسية وحصيلة اتفاقات حزبية أكيد مرفوض من قبل الساحة، احنا طالعين ضد هاي الأحزاب، فما من المعقول أن نقبل بشخص حصيلة توافقات سياسية بيناتهم، مرفوض. الكاظم يوم صار له تقريبا أسبوع من التنصب، والحظر اللي صار بسبب مرض كورونا صار له أكثر من شهر، وإحنا صار لنا أكثر من شهر صامدين بالساحة، والحجر اللي موجود عندنا أنا أفضل من كل مكان ثاني داخل بغداد أو خارجه، يعني مع العلم إنه هو نفسه وزير الصحة اللي نطق بهذا الموضوع وشكر الناس اللي موجودين هنا من خلال حملات التعفير والتعقيم اللي موجود عندنا، التزامنا إحنا أكثر من غيرنا هنا. العراقيين معروفين ما حد يعفو أخوه، إن شاء الله كله راجع بعد الحظر، إن شاء الله. صامتين هاي السابع شهر ومطين شهداء، ولدي وولدنا هم كلهم شهداء. هاي شفتوا صورتهم، هذا من ضمنهم ابني، وهذا اخوه، وهذول اصدقائه، وهذول كلهم مجاهدين، والله مجاهدين مجاهدين من 25 عشر لحد الان، ودعم بيناتنا نجوبنا بس منا 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 منا. واكو ناس خيره، ما اقول لك لا، اكو ناس هواي خيره، الدكتور هيثم وغيره وغيره، ها وحدة أساسا أمبلين هم قالت لها جاية مكيفة، هي مكيفة ومنجيب الخاص طبعا، مو بنية تشتغل هيك يمكن كاتبة بدايرة مدوين، تلمن وتوديهن لإخوانها هنا. أكو ناس نشامة بقلوبها ونشامة هنا واقفة وصامتين، وليد الباقي بيوتهم يبقون، وإحنا هنا على مود الحظر، على مود هذه كورونا ابقوا بيتكم، بس يسندونا بلساناتكم وقلوبكم ودعونا الدعاء، واحنا نا باقين وكل شيء ماكو، لا كورونا العقم برواحنا وقاعد يرش الخيم، ها وكل اربع خمسه يروحون معتهم السنين بالبيت ترتاحون يوم يومين، هذول يجون يبدلون. هاي تعب بني لكم، حاب تستفادون من عندهم. هاي يابا يلا خذني لك ايه. الله يسلمك، ترى هن هيك مثل ما جايات من الله، شي جم الله جاي ترى. روح صح صاحب ضمير طالع يا عم، الله يحفظك يا ابو الله. هذا التعبان ذبو، بس هاي الباقي لها تتفلس ما تعبان، الباقي لها تتفلس حطوها هناك بالشمس. اكيد احنا بساحات التحرير او بساحات الاعتصام راضي اكيد، لانه كان من المنظومه السياسيه هاي واحد اثنين، انه كان مدير الاستخبارات مال العراق وهو على ملفات، فاكيد احنا مقابلين به، فالحكومه يعني شلون انه عينته واحنا راضي، يعني صارت شغله انه عناد او هيك شيء. ما اعتقد ما راح يصلح الا اذا البرلمان كله تنحل، راح نرجع احسن من قبل، راح يرجع الدعم، راح ترجع الناس لهنا، راح ترجع الساحه تنبض من جديد، لان هي مدينتنا الخاصه، حياتنا هنا صارت، فعمود الكورونا احنا بقينا ومن خلال خليه الازمه فقينا قاعدين بالبيت، فاول ما ينتهي الحظر ان شاء الله راح نرجع للساحات. اكيد احنا بكل الساحات الاعتصام اللي هي بالعراق انه راضي، لانه كان بالمنظومه السياسيه و إلى ملفات سابقة مع الفساد، فأكيد إحنا راضي، فأول ما ينتهي الحظر راح يرجعون للناس اللي هنا إن شاء الله. تجاهلوا مطالبنا، يعني هم أصلاً ما مهتمين، راح يصلح عنده إنه ينحل البرلمان.
جاي
الثورة ما انتهت بسبب فيروس كورونا، وإنما سلامتنا على أرواحنا وعلى أرواح على أرواح شعبنا العراقي العظيم. اتبعنا النظام الصحي واتبعنا الوقاية الصحية واتبعنا حظر التجوال، فلهذا السبب احنا ما نعرض حياتنا وحياة الناس للخطر انه بسبب انه حتى منعوا في الثورة. احنا الثورة ما عفناها، الثورة بعدها موجودة، بس احنا حفظنا على أرواحنا وعلى أرواح شعبنا العراقي، اتبعنا النظام، اتبعنا الوقاية، خلية الأزمة طعنا أوامرها، وإن شاء الله بأمر الله يعني بس تنتهي الأزمة نرجع بحيل الله وأقوى. الكاظمي بالنسبة للمتظاهرين مرفوض، لأن مثل ما نقول يعني وجه مرفوض يجي وراه وجه مرفوض، وجه مرفوض يجي وراه وجه مرفوض، ما نكون شيء يرضي المتظاهرين، ودم الشهيد أمانة برقبتنا. وهذا الدم من عوفه، وبكل قطرة بكل شبر من هاي الساحة هي بها الدم شهيد. لا سبب احنا نرجع واقوى وما نعوف الثورة ولا نعوف كل ولا شو اسمه نطنش كل صرخة ام شهيد سمعناها بهاي الاذن. الحمد لله والشكر، الثورة قلصنا الأعداد، مو انتهت يعني، خلصنا الأعداد بسبب فيروس كورونا. مثلا الخيمة خلينا بها 8 نفرات متبادلين، 8 ينزلون لأهلهم و8 يظلون بالبيت، هكذا لك هيك. أما الهاشتاك اللي انطلق عندنا على الوسائل الاجتماعية مرفوض الكاظمي. شخصية الكاظمي شخصية أمريكية، فإحنا صرنا الآن حقل للتجارب مع الأسف. الأحزاب هم بيناتهم قاعد يصرفون بينه، لكن هم مرفوضين اساسا. احنا انطينا مطالبنا من البدايه وقلنا ما نريد مزدوجين الجنسيه، ما نريد واحد مشترك العمليه السياسيه، ولكن الامم المتحده طالبناهم اكثر من بدايه الثوره لهذا اليوم. احنا نطالب الامم المتحده دخلهم السريع انه لحل هذا الشيء، الانتخابات مبكره لكن لا جدول. ننتظر اليوم او باكر شوفون الساحه شلون تصير. يقول ماكو اكل بالساحه، الحمد لله والشكر الادنى قاعده وقفه، ولدنا كل شيء ما بيهم 24 ساعه هذا شغلنا. ان شاء الله هسه الله يفرج لنا ان شاء الله رجع الدوره بقوه. احنا ما طلعنا على قضيه ما يصير فينا شيء. الكاظمي هو رجل الاحزاب، يعني مرشح من قبل الأحزاب. من شروط ساحة التحرير بأن يكون رئيس الوزراء المكلف ليس له حزب أو في الدولة. كان هو هسه هو مدير مخابرات شارع عدنا بالعراق، يعني جبنا رجل من موقع عدنا إلى موقع أعلى، يعني هو رجل مخابرات صار رئيس وزراء. إحنا بالنسبة لساحة التحرير اعطينا شهداء، انطينا جرحى، انطينا يعني اللي عدنا والما عدنا خليناه، جينا ساحة التحرير من أجل رجل مستقل، من أجل رجل غير محزب، من أجل رجل مو يعني بالسيادة، مو موجود بالبرلمان أو مو موجود بالحكومة. وإحنا
صار امرنا صار بيد السياسيين وضربوا حقنا بعرض الحائط وخلوا هذا الرجل مو من قبل المتظاهرين ولا مرغوب من قبل المتظاهرين. ومن 2003 المنظومة السياسية هي مرفوضة اصلا، كل شيء ما قدمت للشعب. يعني صار لنا اربع حكومات، حكومة ورا حكومة، وحدة حاتم اللخ بينهم ماخذين حقنا، ماكو شيء جديد، اذا نفس الوجوه هي تتكرر. والله هو الشعب إذا يريد حقه، حقه موجود بساحة التظاهرات، مو موجود عند السياسيين ولا عند الدولة، موجودة بساحة التظاهرات. أنت رجال تريد حقك، تريد تتعين، تريد بيت، تريد تعيش، تريد بلدك، تعال بساحة التظاهرات، مو دا أنت قاعد بالبيت ويجيك حقك، ماكو هيج حكي. احنا بالنسبة لنا بساحة التظاهرات ننطي تضحيات من أجل حقنا، أما إذا أنت قاعد بالبيت ويجيك حق، هذا لا، كأنه من الدنيا إلى القبر. وش ما حصلت. أما إذا تيجي ساعة التظاهرات غصبا عاد يرضى والما يرضى بأن يعطيك حق. طبعا رب ضالة نافعة للطبقة السياسية. الطبقة السياسية جاءتها فرصة وهو كورونا. من خلال كورونا استطاعوا تنصيب الكاظمي، وكذلك من خلال كورونا استطاعوا تقسيم الكعكة السياسية بين التحالف الكردي والتحالف الوطني وتحالف القوة، من أجل شنو؟ تقسيم المناصب، تقسيم الامتيازات، تقسيم المصالح بين الكتل السياسية. وهذه الكتل السياسية فشلت في بناء الدولة العراقية. نقول بأن كورونا سوف تفسح المجال للمقاتل المتظاهر في إعطاء فرصة استراحة لتنظيم القوة، من أجل شنو؟ تغيير الطبقة الفاسدة اللي فشلت خلال فترة 17 سنة. إذن كورونا هي فترة استراحة للمتظاهرين من أجل التنظيم والإعداد لمظاهرات سلمية من أجل تغيير الواقع الفاسد، واقع الكتل السياسية اللي فشلت في بناء وإنتاج قرار يخدم الهوية الوطنية، يخدم في بناء مشروع وطني للشعب العراقي. النظام السياسي من خلال فترة 2003 للوقت الحاضر فشل في بناء دولة عراقية. موجود. هنا تحت يا جماعة كلهم يا خليهم.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على هذا الحضور. وثاني شيء احنا بالنسبة للمظاهرات احنا حاليا كانت مثلا عندنا بالخمسمائة خيمة أو أكثر، كل خيمة كانت تحتوي على 10 نفرات أو 15 نفر، فاحنا قلصنا العدد خلينا بكل خيمة مثلا 3 نفرات 4 نفرات السلامتنا والسلامة التظاهرات والسلامة المتظاهرين، قلصنا العدد في سبيل ننهي من فيروس كورونا. والحمد لله والشكر جاي نشوف من الصبح لليل تعقيم وتحفير مستمر، الصبح نعقم الظهر نعقم العصر نعقم بالليل نعقم، تعقيم مستمر وتحفير مستمر. وأي حالة بساحة التحرير من مرض كورونا ما صارت عندنا الحمد لله والشكر. أول شيء بتاريخ الدول كلها ماكو جهاز مخابرات صار رئيس وزراء قبل. وثاني شيء هو مكلف من قبل الأحزاب، الأحزاب هي جابته وخلته، فاحنا نطلب يعني والله الناشد من ما تدري يعني هاي دماء الشهداء راحت هدر ليش. والله حاليا على هاي الاجواء غير قابل للاصلاح مستحيل، يعني جاي نشوف كتل علني جاي يصير من قبل الاحزاب وما اكو واحد يحاسب. يعني نريد هسه مثلا الدولة تحاسب القتلة، ما جاي نشوف الدولة جاي تسوي لنا شيء طلع حقنا وتحاسب، ماكو ما جاي نطلع النتيجة يعني. الثورة موجودة، صح انه فيروس كورونا شوية قلل من تواجد المتظاهرين بالساحة، بس اكو عودة بعد الحجر اللي صار، الحظر اللي صار، اكو عودة للمتظاهرين قوية كلش، واحنا دا ننتظر انه تخلص الحظر حتى يرجعون اللي دا ينتظرون الحجر يخلص. لا هو لازم يصلح لان المتظاهرين مطالبهم مستمرة، مطالبنا مستمرة من قبله ورفضه ونشكله وما شكله، الرئيس اللي يريد احنا راح يشكل طبعا، واحنا دا ننتظر أزمة تخلص حتى يرجعون المتظاهرين. عند أشوفك وخيمة النصب اللي الناس اللي دت تحضر العودة من جديد، يعني إحنا سهنا عندنا هواية خيمة النصبة إذا ينتظرون على ما يخلص الفيروس وإنه رجع إن شاء الله. فضل الله وفضل دعاء الشهداء، دم الشهداء دعمنا ما يخلص، دعمنا من جيوبنا الخاصة، لا اكو دولة تدعمنا ولا سفارة تدعمنا ولا ابد، من جيوبنا واحد يدعم الثاني، موكب يدعم موكب، ولكننا ما راح يخلص لحد ما نستشهد لو نموت لو ننتصر. ثورة ملعوبة، هذا غدا الشهداء، ثواب الشهداء، غدا للثواب. الثورة ملعوبة حيل الله، هو الله خلقنا الله اللي اخذنا، ملعوبة. الثورة مستمرة بس احنا قللنا الاعداد بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعرف هذا وباء عالمي زين والكل دا يواجه هذا المرض، واحنا كمعتصمين بساحة التحرير قللنا من اعدادنا وباقين ومستمرين والثورة مستمرة بحيل الله. الكاظمي احنا احد مطالبنا يعني احد النقاط اللي عندنا
انه ما يكون مزدوج الجنسية، والكاظمي مزدوج وهو مرفوض قبل ما يتم ترشيحه. اكيد العالم يريدون بس الحظر ينشال حتى يرجعون الساحات التظاهرات، واكو هواي عالم جدد انا اعرفهم سابقا ما ساندونا، بس هسه راح يجون يساندون بسبب الاوضاع العالم والاوضاع الماديه اللي واجهوها. يعني الناس اللي طلعت في المظاهرات السلميه هي ناس صاحبه وعي وفكر، عندما الفيروس ضرب العالم اجمع، ما ضرب بس العراق حتى يوقف المظاهرات السلميه، فهي ناس أصلا مثقفة وناس محترمة للقوانين والإدارة، لأن المظاهرة السلمية هي مكفولة وانقمعت من الناس الطغاة والأحزاب السياسية الفاسدة لأجل مصالحهم الشخصية، لكن الناس لها وعي، والوعي يقول يجب الالتزام في المنزل والحفاظ على حياتهم من الفيروس الضار، فيروس كورونا الذي يؤدي بحياة بعض الأشخاص. مطلب المتظاهرين جميعا هو يعني تبديل النظام كاملة، لأن النظام كاملة هو نظام فاسد وهو الذي أنهك قوة الشعب العراقي. لكن استهدفت شخصية رئيس الوزراء، لأن عادل عبد المهدي لم ينفذ مطالب الشعب العراقي وقمع أبناء الشعب العراقي وأدى بحياة الأبرياء من الشهداء السعداء رحمهم الله جميعا، واعتقل من الناشطين الأبرياء في السجون ولا زالوا في السجون، وجرحى والمصابين. اليوم الشعب من يخرج من بيته مو بالهين يعني يوصل لساحات الاعتصام وهنالك قتل عشوائي وقناصات ودخانيات، لم يحترم إرادة الشعب، فرادوا تبديله. هسه اذا بدل الشخص اللي يجي يعني لازم ينفذ مطالب الشعب، هاي المبدا الاول، حقوقا للشهداء، يحاكم اللي قتلت المتظاهرين السلميين، تامين الساحات، اخراج اللي السجناء من هالأمور هاي. دولي عام اثنين، احنا ملتزمين بالوقاية كمتظاهرين كمعتصمين، ملتزمين بالوقاية الصحية، وفرغنا الخيم اكثر من كنا بينا 13 نفر كل خيمة، 14 نفر فرغناهن سويناهن على عدد 5-3، يعني اكثرية العالم يقولون فارغ التحرير وفارغ المتظاهرات، لا ما فارغة، بعدنا معتصمين وثوار باقين، لا يزال هناك شباب حرة نزيهة أبطال يردون الوطن باقين هنا. نعم هذا الشيء مرفوض، المجرب لا يجرب، وهو مجرب دعم بالكورنوز الأمريكي موجود، وبالإيران موجود، موجودة حتى وثائق عليه وأدلة عليه، كل شيء موجود عليه. واثنين احنا نريد الرئيس المناسب لنا، نريده شجاع، نريده شجاع، نريده بس جنسيته. اثنين نريده يعني يجي هنا يشوف الشعب، يقعد ويانا، يحقق مطالبنا اللي نريدها احنا. هسه ماكو واحد سأل علينا، ماكو واحد عبالهم يعني لا شيء المتظاهرات، لا بعدنا موجودين ولا يزال هنا. ان شاء الله يجون، وبعد الحظر ان شاء الله تتم الثورة الثانية، ولو احنا ثوار باقين، بس ان شاء الله ثاني ثورة قائمة على الاعداء ان شاء الله. بالخصوص اللي يقول لك ان كورونا انتهت المظاهرات، لا المظاهرات باقيه وجاي يزيد، يعني الخيم جاي تنصب يوم عن يوم اكثر، فاحنا باقيين. اقول لك احنا فيروس كورونا مهم، احنا خيمنا فيروس كورونا سلم وجوه، احنا فيروس كورونا نقدر نعالجه هذا، بس فيروس كورونا ما الدوله شلون نعالجه من اعرف. باقيين ونتمدد وما يهمنا اي ظروف تهمتنا ان شاء الله. يعني مو سناد راح تجي، يعني شو اقول لك ملايين راح تجي، لان اغلب العالم جاي تخابرنا محصوره، تعرفوا الدوله من سوى هذا الحظر كسرونه، فما يقدرون يكسرونه. بالاعداد قلت علينا صحيح، بس احنا باقين باعداد هائله. ليش شوف انت من تفوت تلقى خيم ماكو فد شيء، هاي اعداد كلش هائله. روح شوف ساحه التحرير، شوف النفق، شوف الجروب، شوف جسر الجمهوريه، باقين وجاي نزيد 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 ونزيد اكثر.
الثورة قدمت الشهداء، اعطينا الشهداء احنا ولا 100 ولا 200 ولا 300، اعطينا الشهداء هواي ودم الشهيد ما يروح لا ارهاب حكارونه ولا تروح على الاحزاب الفاسده. احنا ما بعد كورونا ان شاء الله نرجع والازيد. الكاظم مرفوض، الكاظم مرفوض، لان الكاظم جابوه احزاب واحنا القضاء على الاحزاب، يعني هم رجعنا نفس الطاسه نفس الحمام ما سوينا شيء. احنا الاحزاب مرفوضين، شكو حزب مرفوض، احنا الاحزاب ما نريده، احنا نريد واحد يكضنا رئيس وزراء غير جندي. احنا ما نريد اذا جاب فلان وجاب فلان وجاب فلان، احنا ما نريده. رجعنا نفس الحوار كنا موجودين به، وشو ودم شهداء الشهداء يعني نروح هيك في السبيل المعروف؟ لا ما ترهم. احنا الكاظم مرفوض، هم السياسيين يعني 17 سنه ما شفنا منهم شيء، 17 سنه مرت ما صوا دم الشعب. هذا هسه من حجرونا ببيوتنا وقعدوا الواد ببيوته، اعطوهم شيء. والكاظم مرفوض لان هو مشارك بالحكومه القمعيه، كان مدير المخابرات وما كشف اسماء لا القناصين اللي قتلوا الشباب بسببهم، وهو مرشح الكتل والاحزاب الفاسده فمرفوض. والله احنا صامدين بساحات الاعتصام وباقين ونسول علينا وان شاء الله يصير حل. مو نعتقد، اكيد واثقين انه الشعب راح يساند ساحات الاعتصام واكو جولة ثالثة وهي الجولة الأقوى إن شاء الله. لا إن شاء الله بعد الحظر راجعة مظاهرات مليونية وراجعة المسيرات الطلابية وراجعة الثورة بقوة. تصيب الكاظمي اكو عالم رافضته واكو عالم زين ما معيته. العالم الرافضته هي الشرفاء اللي يعرفون يعني دم الشهيد هذا الراح ما يجيب حقه الكاظمي، ولا يقدر يحاسب المفسدين الرؤاسات من اياد علاوي والياور ونور المالكي زين، وكان جلال الطلباني الله يرحمه زين، وعوه والعبادي، يعني هذن الرؤاسات يقدر يحاسبهم اين المال هدر؟ هاي واحد. اثنين، هل كاظمي يقدر يغير الدستور؟ لا، انا مستحيل اقول لك رئيس الوزراء هذا هسه خلوه، ما يقدر. اثنين، احنا يعني ردنا وجوه جديده، هو جاب نفس الاحزاب وخلاها، نفس الاحزاب خلاها، اذا ما سوى شيء، ما سوى كل شيء هو الكاظمي. تنتهي او ما تنتهي الشعب يعني هسه قاعد يضغط على نفسه، وانت حاليا تشوف الشوارع قاعد تطلع العالم، يعني يقول لك الحكومه ما بيها سياده زين، لا مفرين راتب للمواطن، لا مفرين شغل للمواطن، يعني كل شيء ما مفرين. فالعالم منتظره زين، فد شوي انفتحت اجوال، مظاهر ان شاء الله مليونيه، وخذها كلام اكيد من ساحات التحرير كلها. الثورة راح تعود وترجع بأكثر مما كانت، وراح تكون أكثر زخم وأكثر قوة، وكورونا ما أجهضتنا ولا، وإحنا متحدين وقاعدين هنا وملتزمين بكل ما كل الإجراءات الوقائية ماخذينها. ولو كان صدق كورونا أثرت على التظاهرة كان العالم والخيم راحت يعني وشالت. إحنا موجودين مصرين
على مطالبنا، مصرين على أنه بقائنا هنا ما عندنا خيار غيره، يعني لا تراجع وباقين إلى أن تحقيق مطالبنا. لا الكاظمي ولا غير الكاظمي راح يوقفنا عن إحنا عندنا مطلب، عندنا مطالب، عندنا انتخابات مبكرة نريد، عندنا تغيير مفوضية الانتخابات، نريد انتخابات مبكرة، نريد قيادة حكيمة معتدلة تدير البلد بدون فساد، بدون محاصصة، بدون طائفية. أنا أعتقد الكورونا أنطت للشعب فرصة جديدة، وعي جديد أيضا، لأنه من خيبة السياسيين أن الحصة ما وصلت للناس، الناس جوعانة. الكورونا كشفت الحكومة وكشفت سياسة الحكومة وكتلها اللي تدعي بالإصلاح وتدعي بأنه هي راح تسوي برامج، بدليل فشل التظاهرة الانتفاضة أفشلت 3 مشاريع اجوا لرئاسة الجمهورية، لرئاسة الوزراء عفوا، هاي أفشلتهم، وهذا ما اجى هيج من فراغ، والله هو ما قابل للإصلاح بهاي الطريقة. ولكن هبة الجماهير وإصرارها على المضي بأنه المطالب لازم، والمطاولة بالاعتصام هي كفيلة بإسقاط أي نظام.